أحييكم وأستهل النشرة بالعناوين. عملية الحمرة تنتهي بموقوف يتيم، والإمارات تسحب رعاياها من لبنان. سلام من الكويت، لبنان لم يكن مستقرا يوما كما هو الآن. وفي العناوين أيضا، روحاني يغمز من قناة قطر والسعودية، من يدعم الإرهابيين بالبترودولار سيأتي دوره غدا. نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع ماريو عبود وريمي درباس. مساء الخير. إيران تهجم، إسرائيل تحذر، والولايات المتحدة الأمريكية تغسل يديها من دم العراقيين. هكذا يمكن اختزال المواقف المستجدة من الأزمة العراقية. فقد خرج الرئيس الإيراني حسن روحاني عن دبلوماسيته المعهودة ليشن هجوما على الدول التي تدعم الإرهابيين بأموال البترودولار، غامزا من قناة السعودية وقطر اللتين تتهمهما طهران بتمويل داعش. وفيما أكد المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي معارضته التامة لأي تدخل أمريكي في العراق، حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أن أي تدخل أمريكي في العراق ينبغي ألا يؤدي إلى تعزيز النفوذ الإيراني فيه. أما وزير الخارجية الأمريكية جون كيري فدعا القادة العراقيين إلى تجاوز الانقسامات الطائفية، مؤكدا أن بلاده ليست مسؤولة عن الأزمة فيه. وتماما كما تأثر العراق بسوريا، ها هي سوريا تعود وتتأثر بمجريات المعارك في العراق. فللمرة الأولى ظهرت عربات عسكرية أمريكية من طراز همفي في معارك ريف حلب، وهي على الأرجح عربات استولت عليها داعش في معاركها ضد الجيش العراقي. أمام هذا المشهد الإقليمي، ما زال لبنان يلملم آثار يوم الجمعة. فبعد إخلاء سبيل الموقوفين في عملية فنادق الحمرة، استمر توقيف شخص واحد يحمل جنسية فرنسية، تقول المراجع الأمنية إنه كان يخطط لعمل إرهابي. أما رئيس الحكومة تمام سلام فدعا دولة الإمارات إلى التراجع عن قرارها سحب رعاياها من لبنان. فإذا كان الوضع مستقرا تماما كما يقول رئيس الحكومة، وإذا كانت عملية الحمرة من أجل شخص واحد، لما كل هذه الإثارة وتشويق؟ هل انتقلت العدوى من بعض وسائل الإعلام إلى بعض الأجهزة الأمنية؟